أحسن الله إليكم. تقول السائلة طويلة الشيخ: هل هناك آيات أو أذكار ممن يعين على عدم النسيان وخاصة أثراء الدراسة؟ هذه الآيات أكررها حتى لا أنسى. أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء أن تقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا فهم سليمان أحلني، أو تقول: اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت، اللهم أعني على طلب العلم وعلى استحضار الجواب الصحيح، وما أشبه ذلك. استعانة بالله عز وجل، تضرع إليه، الله قريب مجيب. نعم.